مرحبا، كيفكم؟ اليوم راح نحضر مع بعض أكل طيب كتير تقدروا تعملوها بعزايمكم وتقدموها لضيوفكم، وهي باردة بيلاو. منروح للمقادير: 500 جرام لحمة مقطعة ومسلوقة، 3 كاسات رز، 4 كاسات مية لحمة، معلقتين كبار زبدي، 50 جرام لوز مقشرين ومحمصين، حبتين باذنجان مقليين، معلقة صغيرة ملح، 3 كاسات طحين، 4 معالق كبيرة لبن، حبة بيض، معلقتين كبار زبدي، ومعلقة صغيرة ملح. منروح للتحضير. لتحضير الرز رح نحط معلقتين زبدي على نار متوسطة، اللحمة المسلوقة، والرز. وبعدها رح نسكر العجينة بالقطعة اللي ضلت عنا. مندخل الفرن على درجة حرارة 190 لمدة 45 ل 50 دقيقة. وهيك أكلتنا صارت جاهزة، وصحتين وهنا.